أخواننا نصيحة، تراجع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح تمشوا على شرح دائما في الشروحات، أفضل شيء تسير على شرح واحد. إذا مشيت على كتب بن عثيمين امشي على كتب بن عثيمين رحمه الله في كل الكتب، في كل الشروحات ترتاح ويختصر معك الأوقات. فنصيحة أنكم الآن لو تراجع هذه العقيدة، لو تراجعها من الواسطية تضبط أغلب المسائل وزيادة من الواسطية بالدليل. الثاني إخواننا، يعني هذه الدورات على ما يقول إخوانكم جزاهم الله خيرا من نسق لهذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. هذه الدورات منشطات، سندوتشات، وجبات سريعة، لكن لابد نستمر على العلم، نستمر في الدعوة، نستمر على الدروس. واضح تسمع أنت ماشي في الشارع في السيارة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تدمن مثل مدمن المخدرات، أنت تدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة وكتب السلف، تدمن مدمن مفهوم؟ أي نعم، تدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة وكتب السلف. فهذه الأوقات إخوان الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون في هذه الأوقات، صح؟ حتى يرى الله سبحانه وتعالى ماذا نصنع. فالدورة هذه لا تكفي أن تقول والله درست الطحاوية، درست الطحاوية هذا شرح مختصر، ترجع ترتب المعلومات، تحفظ الواسطية، لأن عندنا مهم جدا تحفظ كتاب التوحيد والواسطية وبلوغ المرام، هذه أهم ثلاث كتب، الواسطية أقب كتاب التوحيد، والواسطية كتاب التوحيد هذا معروف أدلة من كتاب السنة. لماذا الواسطية؟ الواسطية لأن جمعت معتقد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة كثيرة بكلام مختصر واضح سهل من الكتاب والسنة، بعد هذا بلوغ المرام. إخواننا الجنة هذه سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما في مثل طلب العلم، لكن هذا بعد الفراغ. فأنت الآن عندما تطلب العلم تحفظ تدرس، هذا متعدي، ترفع عن نفسك الجهل وعن غيرك، تذب تدافع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله بهذا العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وللمؤلف ولمن سعى في هذه الدورة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.